لكن انا مشكلتي الحقيقه بالنسبه احنا في العالم العربي ان انا ارغب ان انا اخرج من الاطار النمط الفوائد البنكيه التقليديه لنظم اخرى اللي هي النظم الاسلاميه مثلا، نظام مثلا زي نظام المشاركه او نظام زي نظام المرابحه، بس ده محتاج معايير اخرى ايضا عشان تنجح، محتاج ان يكون لدى المصارف في العالم العربي القدره على الحكم على كفاءه المواطن من الناحيه الماليه، هل المواطن ده عنده كفاءه ماليه كويسه؟ هل يستطيع يسد الدين اللي عليه؟ هل يستطيع ان احنا لو دخلنا في بيزنس البيزنس ده عندنا الضوابط له كويسه؟ اذا انت قدرت تخرج بهذا الاطار انا اضمن لك تنمية أعلى، معدلات نمو أفضل، أضمن لك معدلات تشغيل، فرص عمل هتكون كويسة جدا، لأن هيكون هناك مشاركات ضخمة جدا جدا، وإحنا شفنا كده. يعني عندك بنك الرجح في السعودية قائم بدور عظيم جدا في قضية التنمية، عندك بعض البنوك في أوروبا وفي أمريكا بتطبق الآن نظام السكوك الإسلامية، إن أنا أعطي عائد متغير وأشارك في مشروعات حقيقية. إنما الأزمة التي وقعت فيها البنوك في أمريكا من فترة طويلة زي بنك سيليكون فالي على سبيل المثال اللي احنا بنتكلم عنه، للأسف الشديد كل استثماراته حاططها إنه اشترى سندات حكومية بياخد فايدة من الحكومة أو بيقرض فلوسه للحكومة والحكومة بتديله فايدة. الفايدة دي لما بمجرد الحكومة رفعت الفايدة انهارت قيمة السندات الحكومية، يعني مفيش استثمار جديد يخلق فرص جديدة. حتى هو كان بيعطي اقراض للشركات التكنولوجية، هذه القروض اللي بيعطيها للشركات هي عبارة عن اقراض، الشركة فلست، الشركة ضاعت، الشركة وضعها، الشركة مديونة بهذا الدين. أرجو الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة. Oh.